خلص الشكر نتوجه به لكل من دعم وساند هذا المحتوى اللي يسعى لتوثيق التراث وتاريخ تونس في المناطق والجهات اللي مشينا لها في ريحة البلاد. هذا البرنامج برعاية STB تريو دور بيات. اليوم زرنا أماكن ضاربة في القدم، عين تونجا وعين جمالة وتبرسق ودقة. مرحبا بكم في تبرسق ودقة. على بعد 88 كيلومتر على تونس وعلى الطريق الرئيسية كيلومتر 5 بدينا رحلتنا. نحن في اتجاه قرية صغيرة كان لها حضور هام في كل الفترات التاريخية، بداية من النوميديين لللوبيين والرومان والبيزنطيين حتى الفترة الإسلامية. وانتي مر من المكان هذا يناديك بالوقوف والاستماع إلى هسيس الحجارة. هذه مدينة أثرية مهجورة كان اسمها عين تانجا تجنيكا، واليوم اسمها عين تونجا. استطاعت أن تكون في العهد الروماني بلدية في القرن الرابع ميلادي، وهي اليوم قرية أثرية داخل الحقول. كانت تجمع سكاني نوميدي، فيها حصن بيزنطي وكنيسة أثرية ومسرح أثري ومعبد روماني كبير ومعبد صغير ومجموعة من المواجل الرومانية والقوس. تواصل ازدهارها في القرن الخامس ميلادي، شارك قصها أوفيديوس وليانوس في مؤتمر قرطاج سنة 411 ميلادي. في القرن السادس ميلادي احتلها البيزنطيون وأسوا فيها قلعة ذات 5 أبراج، حمامات، خزانات، بازيليك، مسرح، ملعب، ساحة عامة وأثار متناثرة وحجارة مترامية تذكرك بدقة، فهي شقيق الدقة، لكنها بقيت مدينة منسية ملفوفة بأشجار الزيتين. هذا منزل كولونيال يرجع إلى أحد المعمرين في المنطقة. في الطريق نتعداو على عين جمالة اللي هي تجي قبل تبرسق، وعبارة على منبت بين تستور وتبرسق، ويقطن فيها 1233 شخص حسب إحصائيات 2004. ونحن في طريقنا لتبرسق. تتموقع تبرسق استراتيجيا حيث تتوسط كل مناطق الشمال الغربي، فهي تبعد على سليانة 50 كيلومتر وعلى باجة 50 كيلومتر وعلى جندوبة 65 كيلومتر
وعلى الكيف 70 كيلومتر. في مدخل المدينة يعرضنا لبيب، ساقه مضروبة وأذنه مقصوصة، وفي حالة يرثى لها. هذا المجسم الذي يرمز للحفاظ على البيئة، ربما لو يتعافى تعود البيئة في تونس هي الأخرى للتعافي. وهذه قصيدة للمؤرخ البيجي المسعودي من طبرزق. يا تونس حي نسيمك حتى كاد يحيني، يا تونس الأنس يا خضراء الميادين، سقى ربا تونس الخضر وساكنها سحب من السعد ترضيهم وترضيني. طبرزق مدينة تونسية تقع في جنوب الشمال الغربي للجمهورية التونسية. تبعد طبرزق حوالي 103 كيلومتر على العاصمة تونس، يتراوح ارتفاعها بين 400 و600 متر على مستوى سطح البحر، وأعلى قمة فيها جبل الرحمة اللي علو 600 متر. تستمد مدينة طبرزق اسمها العربي من اسمها الفينيقي، وهو تيبيرسيكوم ويعني سوق الجلود، ومعنى آخر بربري سوق التبر، أي تبر سوق. مناخة شبه مداري، إذ تتميز بمناخ حار ومشمس في الصيف وبارد ورطب في الشتاء. يقولوا عليها أهلها اللي هي كينها برنوس في السفح، على خطر كتراها تنحدر مدينة طبرزق وبشكل مثلث كبرنس على سفح جبل أحمر بمرمره أبيض بصخوره وأخضر بحدائقه، فتكون الصورة ثلاثية الأبعاد. المدينة تتميز بالعيون المتدفقة الموجودة فيها، عين نشرة، عين الكرمة، عين للا مسكة، العين الرومانية، وعين لملومة، وعيون أخرى. موقعها الطبيعي في أرض خصبة ذات عيون وأنهار جارية، واعتمادها أساساً على الفلاحة وتربية الماشية. وهذه خلاد تتميز المنطقة بغراسة الحبوب والزيتين والجنان الأندلسية اللي قال عليها المؤلف التونسي عثمان الكعاك: مدينة الآثار، مسرح الأطيار، منبت الأزهار، مغارس الأشجار، وقلعة الأحرار، نسبة للقلعة البيزنطية. وباش نبداو جولتنا مع السيدة ناجية البكوش، وبتنسيق من سي زهير بن يوسف. هذا هو سور بيزنطي وقع تداخل فيه بين سكان المدينة العتيقة من الداخل والخارج. المدينة العتيقة أو المدينة العربي أو سوق العين تتشكل على مساحة 11 هكتار، وتتبع المركز التاريخي لمدينة طبرزق، وهي القلب النابض للمدينة. استقرت بها جالية مغربية في العصر الموحدي، وتعزز حضورها في العهد الحفصي، وأصبحت مركز مهم عين على رأسه عام الوقاضي، وامتدت من جهة الشمال في العصر الموحدي والحفصي، ونشأت فيها القرية ملاصقة للحصن البيزنطي اللي أطلق عليه اسم الكسر. فيها سور كانت محلولة، فيه زوز بيبان، باب القبلي وباب الجبلي اللي كان يتسمى زيدا باب باجة لانفتاح عثنية اللي كانت تهز الباجة. بيبان من أبواب طبرزق الرومانية تم إدماجهم في أسوار القلعة البيزنطية مع بقايا أثرية رومانية أخرى. والمدينة العتيقة فيها أسوار منيعة يوصل علوها لسبعة أمتار، تدخل فيها سوق العين مع الكسر. هذا الكسر طول الحصن فيه 150 متر مقابل 14 متر عرضه، تم بناؤه من قبل جوستان دو وزوجته سوفي بأمر من ولي كارتاج
توماس في سنة 572 إلى سنة 574 ميلادي. شكله خماسي الأضلع ويحتوي على 7 أبراج، وهذا الحصن البيزنطي يفتح على بابين، واحد في الواجهة الشمالية والآخر في الواجهة الشرقية. الباب الشمالي يقع تقريبا في نفس المكان، والباب الروماني هو في شكل قوس نصر، عرضه 4.10 متر، يعود للقرن الثالث ميلادي. وهذا الباب يرتكز على 4 سواري تحمل 4 تيجان من النوع الكورنثي. أما الباب الشرقي للحصن فيوجد بالجهة الشرقية، أي قبالة واتخلات، ومع الأسف الجزء الأعلى فيه اندثر تماما. ولعل تواجد معالم بيزنطية فوق المدينة الرومانية هو دليلة واضحة على التعايش والتلاقح الحضاري في مدينة طبرسق. قعدت المدينة العتيقة محافظة على بعض المنازل اللي مبنية معمارها بطريقة الأندلسية. عملنا جولة فيها. وعرضنا هذا الحمام اللي عود تأسيسه للقرن 18 ميلادي، وهو بناء شبيه بالحمامات التركية. حمام بزين ويطلق عليه حمام القديم. ما زلت فيه طريقة التسخين بالحطب من تحت الأرض، ومنبعه عين ماء. وطبعا عادة الحمام في الأفراح والمناسبات عادة للتنقطع، هذك علاش عرضنا هذا المحفل بهذه العروس اللي يكون مصحب فيه نغمة القصبة. وأمام هذا الحمام مسجد سوق العين، بني في 1780 عن طريق سيدي علي الإمام بوزيدي، ويحوي هذا المسجد على مزولات عمرها ما يقارب 120 سنة. واستقبلتنا خالتي سعيدة في منزلها، وحضرت لنا بسيسة برسقية معمولة بزقوقو وزيدة طمينة وبعض المأكولات الأخرين ذقناهم معاها. البسيسة تاع طبرسق فيها زقوقو، جلجلان، دقل، زيتونة وغبرة تاع بسيسة نخلطوها نعملها كان في طبرسق. هذيك الطمينة سميت ناكل حرش هذاك ناخذوه ونعرجوه وندلوه بالدقل وزبدة ونطيبولها بونت متاع سكر وندلناها نكعبرها طمينة متاع تبرسق. عايش كلها عايش. ارتجالات ومواويل معبرة عن تونس الأعماق، هذه موسيقى المنطقة اللي ترتبط بالموروث الشعبي التونسي من التراث فيها. خالتي زينة تسترجع بشجن مقاطع ترددها كل ما تقوم بأعمالها اليدوية.
كبرنا وصغار بي عاكت الشهال بي والحب دربي على رأس الجبال ولا بسطني غرضة ولا عيون ما يرضاها كان حما يرضى بايع الجمال ولا ثم واحد حبيبته يحبها ما لها محبوشاته هل قالت له هي بات الليل وبيت غدوه نسرو بكري ما حرم معناتها تعطيه معناتها للمراه نيراني لابسه ما حرم شحال وحواشيها عكري وهو معناتها يحب يهزها في النهار هذاك شويه طاح الليل قالت له لا قالت عاودوا الحديث ومشيت عاد هكاك كل راك مش نشدها كل بنيتي نهار كامل تكلمني يا وغاد وانا سرو بكريه او ما حرم شعال وحواشها عكريه يا وجاب الواد الواد يا ويش الواحد ما ترقى يا جاب الواد الواد يا ويش الواحد كموه على حمش به بصغير يا مقال يعز على موه يا جايب الوهد الوهد يا ويش الواحد بالبلايا يا ما حرم شعال ما نجمتش خط في ثاني بكي في ثاني ربي ان شاء الله يسترنا اسمين برسك باهية برسك عزيزتنا طوى نمشي لبلاد اخرى نشوفها مو وحشة ماشي باهية برسق حنينة ناس تحن على بعضها ناس تحن على بعضها ياسر وحشاك كان يميت كان يفرح كان الناس كله تجري حب من قاع البلاد حب من نطرفها حد راهي باهي يا عزيزة ياسر 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 ربي إن شاء الله يشدنا فيها ونحبوها ياسر 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 المدينة العتيقة فيها جامع القصر وجامع سوق العين وجامع الرحمانية واللي تخرجوا منهم عديد الفقهاء وهذا الجامع الكبير اللي يعتبر من أبرز المعالم الدينية يوجد في الطرف الجنوبي من المدينة العتيقة هو في الأصل كنيسة وإثر قدوم المهاجرين المورسكيين ولجوءهم لتبرسق بعد سقوط الأندلس في 1680 تفنوا في تأسيسه وزخرفته وهو فيه شبه من جامع تستور بما أنه ذو طابع أندلسي يسخر المحراب فيه بالنقوش المزركشة بالمرمر والجبس وبيت الصلاة نجد فيها تيجان كورنثية وأعمدة مأخوذة من المعالم البيزنطية أما المحراب والمنبر والمئذنة فيتميزوا بتناغم الأشكال وتجانس الألوان وبقت الورود الخمسة اللي تشير للصلوات الخمسة لا يوجد فيه صحن أي فناء مكشوف على عكس المألوف في الجوامع عادة ويعرف هذا الجامع أيضا بكنية جامع الخطبة والملاحظ أيضا أنه يحوي زوز قباب شبيهة بالمسجد الأقصى في فلسطين وهو من أبرز المعالم الدينية في المنطقة ونلاحظ وجود الحمام في هذا الجامع الكبير فالحمام يتخذ الأماكن الآمنة والأماكن المرتفعة ويشعر فيها بالاستئناس فهو يسكن بيوت الرحمة بحث الجامع الزاوية القديرية تبنيت
وقت اللي انتشرت الطرق القديرية في تونس وفي عديد الأماكن، كان لها دور كبير ومنارة للعلم ولتعليم القرآن الكريم. ومن بعد ولا عندها بعد اقتصادي واجتماعي وتحولت لتعليم النسيج. تأسس المجلس البلدي في 9 فبراير 1904، وهذا قصر البلدية بتبرسق. بأعلى ربوة طاحونة الريح، هذه الكنيسة اللي تم تشييدها يوم 16 أبريل 1922 من قبل الأباء البيض في فترة الاستعمار الفرنسي. هذا المكان شيد في القرن 19، يمسح قرابة 12 هكتار. هو الثكنة العسكرية اللي شيدت مباشرة بعد الاستعمار الفرنسي لتونس. تتميز بموقع استراتيجي، فهي فوق أرض مرتفعة وبعيدا عن مناطق العمران، فيها العديد من المكونات: برج مراقبة، مكان للتدريب والرياضة والرماية، حمامات، وسجن عسكري للسجناء اللي كانت تتراوح عقوبتهم السجنية بين 2 و10 سنوات. في أواخر الثلاثينات تم نقل زعماء الحركة الوطنية من السجن العسكري من تونس لأكثر السجون قساوة، وهو سجن تبرسق. حيث اعتقل في هذا السجن العديد من زعماء الحركة الوطنية التونسية في مراحل مختلفة، كما الزعيم الحبيب بورقيبة وسليمان بن سليمان وصلاح بن يوسف وعلي بلهوان والمنجي سليم والهدي شاكر وشادلي قلالة وحسونة زوالي والحبيب بوقطفة والهدي بن عطية وعيسى الصخري وآخرون. ثم تم تحويل هذا المكان بعد الاستقلال إلى فضاء للذكرى الوطنية. في منتج لوحة إرشادية تبخرت، كان هناك نصب تذكاري صغير كان ينتصب به مجسم رأسي لزعيم الحبيب بورقيبة، ونزعت النقيشة التخليدية من هذا المكان. عام 67 بقرار زعيم الحبيب بورقيبة تم تحويله إلى معهد التعليم الثانوي والثانوي المهني. كان فيه 13 قسم وفي أنتغنا ضم 424 تلميذ بينهم 23 فتاة في العام الأول، وفي السنة الموالية 815 تلميذ منهم 180 فتاة. فالتعليم كان مهم جدا في عقلية دولة الاستقلال. وبمقتضى قرار لوزيرة الثقافة المؤرخ 15 أبريل 2022، أدرج ضمن التراث المحمي وينتظر إعادة تهيئته ليكون متحف الحركة الوطنية. ديجي إبارني متاع الاستي بي، أول أبليكاسيون موبيل تونسية للإدخار، تخليك تبلوكي وتدبلوكي فلوسك بتليفونك وقت ما تحب وين ما تحب، وهكاكا ما ينجم ياخوهم لك حتى حد. La nouvelle solution de paiement mobile de la STB. Application simple, rapide ou sécurisée. مع STB Pay, خلص بالتليفون. برسق تغطيها مساحات كثيرة من الزيتون.
وتنتج زيت الزيتون التونسي البيولوجي البكر اللي هو ضمن أفضل الزيوت العالمية، ونجح زيت زيتون تبرسق في جويلية 2020 في الحصول على التسمية المثبتة للأصل زيت زيتون تبرسق من المنظمة العالمية للملكية الفكرية. من تبرسق ماشين لدقة على بعد 6 كيلومترات من تبرسق مجموعة من المناظر الطبيعية، وعلى هضبة تطل على مناظر رائعة، على هضاب وحقول وسهول وجرف شديد الانحدار يسمى جرف كيف دقة، وهذا اللي يجعل منها موقع محصن لديه وضعية دفاعية جيدة. تعترضنا هذه البقرة والخرفان اللي ترتبط ارتباط وثيق بهذا المكان الخلاب. نحن ماشيين لدقة أثار، من بعيد يعرضك هذا المعلم الشاهق، حجارة تسكنها روح فينوس آلهة الجمال، الصمت في حرم الجمال جمال، وتستمتع إلى أحاديث المكان، فالسحر يسكن المكان، ولكل حجارة حكاية، امتداد للحظة العشق، نتاج حكاية حب مميزة. الأثار تشدنا، نبحث فيها عن الروعة وعن سحر المكان وعن الخبايا، وأحاول أن أستمع إلى أحاديثها. جولة الحنين، فسحة الخيال، والكثير من التاريخ. هذه دقة تقال لاتينية أو تبقق اللوبية اللي كانت تنطق تبقق، وتقال أمازيغية وتعني الجبل الصخري. تتموقع دقة وسط ضيعة فلاحية جعلها محمية من الزحف العمراني، عكس كارتاج اللي نهبت وتمت إعادة بنائها العديد من المرات. تتميز المدينة بامتدادها على مسافة 70 هكتار وبثراء تاريخها البونيقي والنوميدي والروماني والبيزنطي. دقة أدرجت ضمن لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو سنة 1997 باعتبارها أفضل مدينة رومانية محفوظة في شمال إفريقيا. توجد في المدينة الأثرية أطلال تمثل حقبات تاريخية متعاقبة، بدءا من الأثار القرطاجية مرورا بالمعابد الرومانية والمسرح الروماني وبعض المقابر والقصور والساحة والممرات والحمامات والمنازل. أثار غنية وفريدة من نوعها، لم تتعرض للدمار بفعل زلازل اللي ضربت المنطقة. هذا المسرح الروماني اللي يقع في مدخل المدينة الأثرية، كانت تقام فيه المسرحيات والطقوس الدينية، ويتكون المسرح من ثلاث أجزاء: المدارج، الأوركسترا، وخشبة المسرح، ويتسع هذا المسرح لأكثر من 3000 متفرج. الفوروم اللي أقيم على أنقاض ساحة الأجورا واتخذ شكله النهائي على الفترة الممتدة من سنة 132 إلى سنة 161. وهذا مبنى الكابيتول، هو معبد لعبادة الثالوث الإلهي لمدينة روما، بني على النمط الروماني وفيه مدرج يفتح على بوابة بأربعة أسوار ساريتين في الداخل وفي الأعلى، ونقشة تمثل رجل محمول على نسر. وشيد هذا المبنى في بداية النصف الثاني من القرن الثاني ميلادي، ويعود تاريخه بين 166 و167، وهو المبنى اللي كان يسكن فيه الحاكم أو القيصر.
نراو زادة تماثيل برؤوس مقطوعة اللي هي تمثل الأشخاص اللي عاشوا في المدينة. نلاحظوا اللي الرداء الفاتح هو اللباس اللي كان يرتديوه الملوك ورجال المدينة. هذه خريطة الموقع، ومعنا سي محمد علي الشهيدي اللي باش يعطينا أكثر معلومات. موقع مسجل بلائحة التراث العالمي منذ 1997، وفي سنة 2017 كنا احتفلنا بعشرينية دقة في التراث العالمي. نحن تو في المكان من أهم الأماكن الموجودة في دقة اللي هي ساحة زهرة الرياح، اللي تعتبر الثالثة في العالم بعد روما وأثينا. بالإضافة إلى ساحة زهرة الرياح وتمثله من أهمية معرفة اتجاهات الرياح المنقوشة على حجارة الساحة، ثم معبد الكابيتول اللي هو من أهم المعالم الدينية باعتباره موجود في وسط المدينة متاع دقة، ثم كذلك سوق اللي هو من أقدم الأسواق الموجودة في شمال أفريقيا اللي يرجع لعهد الإمبراطور كلود، كذلك معبد ميركير اللي هو معبد عطارد خاص بإله التجارة. دقة كذلك تعرفت بعدد من التماثيل المنتشرة في الأماكن العامة، من هالتمثيل هذا اللي موجود بالقرب من ساحة زهرة الرياح. بالإضافة لدقة عرفت معالم أخرى، منها حمام كراكلا، عدد هام للوحات الفسيفسائية متاعه موجودة في متحف بارد ومعروضة اليوم في قاعة دقة، كذلك الفطرة العربية الإسلامية، ثم المسجد هذا اللي يرجع للفطرة الأغلبية أو الفطرة الفاطمية حسب البحوث المتقدمة في الوقت الحالي. التسمية هي متاحة اللاتينية أريا ماكيلي، ساحة السوق باعتبارها تتوسط معبد عطارد والسوق، لكن الاسم الحديث هو ساحة زهرة الرياح باعتبار 12 اسم اللي مكتوبين فوق الأرضية المبلطة بالحجارة. نجم نشوف الاتجاهات الأربعة من ثلاث دوائر اللي موجودة في هذه، تتخللها عدد من الأسماء اللي تحيلنا إلى الاتجاهات. هي عبارة على الرياح اللي في النشرة الجوية متاعنا اليوم، شلوخ، براني، جبالي، شهيلي، فونيوس، اللي هي رياح ربيعية تكون محملة بالرطوبة في فصل الربيع. بالنسبة للشمال سبتونتريو هي رياح شمالية، بالقرب منها ثم الكيركيوس شمالية شرقية، الأركستاس، الفونيوس كما ذكرنا إن هي رياح ربيعية محملة بالرطوبة والأمطار، الأفريكوس، من هنا تبدأ الرياح بتاع الجنوب اللي هي رياح الشهيلي كما ليبونوتوس والأوستير، اللي هي مش تبدأ الرياح الجنوبية الحارة خاصة في فصل الصيف. هذه عدد من الأسماء اللي موجودة في ساحة زهرة الرياح في دقة، كل ريح عندها خاصية معينة للمنطقة. نحن النجم اليوم باليومية متاع البربر قربوا ما بين اليومية متاع نوعية الرياح اللي كانت يعتمدوها بربر والنفس الرياح اللي كانت في الفترة الرومانية. المنطقة كانت لأهمية الفلاحة في الاقتصاد متاعها، معناتها ساحة زهرة الرياح ماهوش اعتباطية أنها توجدت ما بين معبد ميركير إلى التجارة ولا والسوق، ذات أهمية خاصة في منطقة فلاحية بالأساس. ثم خاصية في دقة أنها دقة ما بين التراث المادي المتجسد، ثم روايات تحكى على دقة على هالمعالم هذه وقيمتها، لأن الدقية اللي كانوا يسكنوا فوق الموقع هذا أعطاوا أسامي عربية لمعبد الكابيتول مثلا سمى الخيمة. علاش؟ لأنه التامبون متاعه المثلث اللي موجود والعرصات متاعه يفكرون بالخيمة البدوية. هذه من روايات متاع الدقية أنه كانوا معناتها يعطوا أسامي لعدد كبير من المعالم. عندنا ما يقارب 28 اسم للمعالم الرومانية هذيك، كما المسرح الزون متاعه اسمها الرامبلي، عندنا الدار الكبيرة معبد جينو كاليستيس، عندنا الحمام حمام كراكلا اسمه داموس العمايرية. المخولة هذه مهرجان كانت عبارة على فرحة دقية واجتماع يتلموا فيه الأهالي متاع المنطقة متاع دقة والأحواز متاعها. هي ظاهرة تجارية اقتصادية، ومخولة كانت تعتبر اللمة متاع العباد في ببريه 300 متر على معبد الكابيتول. كان ثم مزار يدهن في فصل ربيع في ماي بجير وتجيب تشري بقرة ويذبحوها. منذ الثورة تقصت الأسطورة والواقع والحقيقة، ثم حاجات كبيرة تنضاف
ونحن ماذا بينا اليوم نحكوا الحكاية الصحيحة متاع أم خولة. الأسطورة تحكي إنها امرأة غربية جات من الغرب تبركوا بها أهالي المنطقة وحبوها تقعد بحذاهم. به هي الصفات متاعها أعطوها بعد خرافي، لكن الحقيقة في الفترة متاع القرن الثاني ميلادي في عهد الإمبراطور كومود، الأهالي متاع المنطقة السكان المحليين من البربر عن طريق الحناية من عين الحمام أبري 11 كيلومتر على الدقة جابوا الماء، باعتبار أنه زوز عيون اللي موجودين في المنطقة اللي هما عين ميزاب وعين دورة ما عادوش مكفين عدد السكان الكبير، ولو فرض الوقت أنهم يجيبوا الماء من عين الحمام 11 كيلومتر به. الأجور متاع الافتتاح والحدث في جبان الماء، ثم احتفالات صارت. ما حتى شنو هو مخولة هذا؟ أنه سي عزيزين بشاوش باحث تونسي، ثم النقيشة تحكي على فون موكلانا توس اللي هو المنبع نتاع الماء في عين الحمام. وقت وصلت لهنا أم خولة تعطي الحياة بالماء هذاك للبلاد هذه. معناتها شوف هالعادة هذه من الفترة الرومانية حتى يومنا هذا، معناتها الاسم مازال متواصل نتاع أم خولة. كيما اسم دقة، دقة من تبقاقة البربرية إلى دقة الرومانية إلى دقة الحالية، معناتها الاسم تواصل نتاع دقة. كذلك أم خولة. فدقة تعاقبت عليها حضارات، وكل حضارة تأقلمت مع الحضارة اللي سبقتها وأكملت البناء الحضاري. تركنا القمة الشماء واللي وقت اللي تنظر ليها تشعر كأنها تاج مرصع يتلألأ في الأفق. هذه دقة الجميلة الشامخة والناعمة. وتتواصل الحفريات اللي ستكشف عن آثار أخرى وعن تاريخ آخر. وعلى طريق العودة كل الطرق ملتوية. في العادة الطرق الملتوية أمر سلبي، لكن هذه الطرق الملتوية جميلة، وإذا كان طريق ما أفضل من آخر فتأكد أنه طريق الطبيعة. هذه الجبال والمرتفعات الخضراء بفضل الأمطار الأخيرة اللي سقت المنطقة ازدادت خضارا، ومن بعيد كأنها خريطة تونس الخضراء. نلتقي في محتوى آخر من ريحة البلاد. مريم بن حسين تبوسكم الناس كل. الحاجات اللي نحبها كي نتلموا ونبدع مع بعض. حق انا نرجس نخدم في البلاد، ملتزمه مع الثقافه والمبدعين وملتزمه معاكم. زيت تريودور، تريودور الزيت بكله، زيت نباتي وزيت زيتونه للتطيب بكله. أنا ومنيرة في الكوجينة عاملين كيف؟ زيت
تريو دور يحل اللعب في التصنيف بزيت زيتونة بنين وأرخص منه وما تلقيش إذيك عليش حسونة من العطار ما يكرديش زيت تريو دور تريو دور الزيت بكله زيت نباتي وزيت زيتونة للطبيب بكله تريو دور أوليف بلوس أكثر من 50% زيت زيتونة تريو دور الزيت بكله. هذا البرنامج برعاية بيات تريو دور إس تي بي.